الانابيب تطلع مسدودة، والست عارفة ان ما عندهاش اي عيوب خلقية في الانبوبة ولا اي حاجة، وفي السونار وفي كل حاجة طالعين ان الانابيب، او حتى لو عملت منظار شايفين ان الانابيب كويسة وما فيهاش اي مشكلة. يجن جنون الرجل، يجن، والست كمان. يقول لها هو انت كنت عاملة عمليات قبلك؟ وابدأ يتكلم في كلام جارح لزوجته. هو انت عملتي عمليات قبل كده في الرحم؟ هو انت عملتي عملية اجهاض؟ ازاي الانابيب تتقفل؟ وايه الالتصاقات اللي قفلت الانابيب؟ عاوز تعرف؟ عاوزة تعرفي؟ اوعى تظلم وتكون رجل ظالم. ست دي تعرضت لإفرازات مهبلية شديدة جدا جدا. واحدة من صحبات اللطاف اشارت عليها، بقولك ايه، ما في الغسول المهبلي او الدش المهبلي اللي كل ستات الوطن العربي بيستخدموه، واتمنى بعد الحلقة دي ولا واحدة تستخدمه. لان شركات الادوية بتبذل الكثير من المجهودات انها تبيع النوع ده، بيبذلوا مجهود عنيف ان هم يروحوا للرجال، سوري، ان هم يروحوا لدكاترة النساء والتوليد ويقول لهم ايه ده، احنا عاملين منتج جديد بالنعناع ده، احنا عاملين منتج دول لازم ينتهوا من التاريخ، لان وجدنا ان مثل هذا الغسول المهبلي بياخد الافرازات المهبلية بهذا الشكل ويطلع بيها على الانابيب وعلى عنق الرحم وينقل البكتيريا من تحت لفوق ويسبب العقم.